أبو الفؤادي رضوان الله تعالى عليه عالم اتسم بالتجديد العلمي، وأهل العلم يعرفون ذلك جيدا، وهو العالم البصير المتألح والمفسر المتقن والسياسي المحنك. كل هذه الصفات قلما تجتمع في رجل واحد، وقد اجتمعت في مثل هذا الرجل العظيم. وفي هذه الكلمة أود أن أقف مع مدرسة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. عندما نتكلم عن صفاته وامتيازاته وما يتسع به الإمام، يجب أن نعرف بأن إنما نسلط الضوء على ذلك إنما لنبني أنفسنا قبل غيرنا. الإمام رضوان الله عليه قدوة العلماء قبل أن يكون قدوة لعامة الناس، فعلى كل عالم أن يستلهم من دروس الإمام رضوان الله عليه، وعلى كافة المؤمنين أيضا أن يجعلوا هذا الصرح العلمي العظيم قدوة لهم في طريق العطاء والبناء. ومن هنا في هذه الليلة أود أن أتكلم عن مميزات وصفات الإمام رضوان الله تعالى عليه، تلك الصفات والخلال التي ينبغي أن نتحلى بها إن أردنا لأنفسنا الرفعة، إن أردنا لأنفسنا الخلود، إن أردنا لأنفسنا أن نصل إلى مراتب الكمال، فعلينا أن ننتصف بما اتصف به هذا العالم الجليل. أول ما يميز الإمام رضوان الله تعالى عليه الإمام الخميني أن الإمام رضوان الله تعالى عليه يتمتع بقوة الارتباط بالله، فهو عالم ليس كسائر العلماء، عالم رباني. العلماء فيهم من هو رباني وفيهم من ليس كذلك، وعندما نصف العالم بأنه رباني معنى ذلك أنه يدوم في الله ويتصل بالله، وقد جعل نفسه عبدا في كل مجالات الحياة. ولهذا أبرز مظاهر ربانية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أولا قوة اتصاله بالله. والإمام رضوان الله تعالى عليه إذا أردنا أن نعرف مظاهر قوة الاتصال بالله، تعالوا أولا إلى أضرب لكم نماذج حقيقية ملموسة. أولا إن أبرز ما يتصل العبد به مع الله هي الصلاة. الإمام رضوان الله تعالى عليه نموذج للإنسان الرباني المتصل بالله.